السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الأهم جزء في الراديولوجي هو الإكس راي الخاصة بالتشيست والهارت، وبيكون دايما هو بالك كبير في الامتحان. يعني مثلا لو هينزل لك اتنين أو تلاتة، لو هما اتنين ممكن واحدة تشيست وواحدة هارت، لو هما تلاتة واحدة تشيست وواحدة هارت وواحدة أشياء أخرى. التشيست والهارت كأشعة الاتنين بيكونوا بنفس الفيلم، يعني نفس الصورة، تنفع تشيست وتنفع هارت. يعني مثلا لو جاي لك المنظر بتاع الأشعة، أنت بتعلق على التشيست وبتعلق على الهارت في نفس الوقت، لأن هما الاتنين بنفس الصورة. مفيش أشعة للقلب بس كراديولوجي، ومفيش أشعة للتشيست بس، هو تشيست أند هارت. هنسميها تشيست على أساس إن كلمة إيه؟ الصدر وما حوى، التشيست واللي جواه، وأكيد طبعا القلب بيكون جواه. عشان حضرتك تعمل كومنت، أنا يهمني حاجتين: الكومنت والدايجنوزس. الكومنت بتاعك بيشمل تايب اوف اكس راي، يعني هي بلين اكس راي ولا اكس راي ويز كونتراست، هنعرف فيو المنظر متاخد ازاي، دوز اللي هي جرعه الاشعه، بتعلق على سنتراليزيشن المريض بتاعك ويل سنتراليزد ولا لا، لانه لو كان سنتراليزد هنعمل كومنت على المدياستاينم، ما كانش خلاص مش هينفع. بتعلق على السوفت تيشو، لو في حاجه في العضله، حاجه في البريست، حاجه باينه قدامك كسوفت تيشو، مثلا في ميل بريست او حاجه تعلق عليه، تعلق على البوني فريم ورك، على العظم، تعلق على الديافرام. دي كلها نقاط لابد ان حضرتك تذكرها. بعد كده بتمشي على التشيست ثم على الهارت. بص يا ولاد، الثمان حاجات اللي في الاول دول استنبط، دول ثابتين سواء كانت حاله التشيست او الهارت. لما تيجي تعمل كومنت على التشيست، ليه طريقه، بمشي طريقه 1 2 3 4، بشوف كوستو فرانك انجل، بشوف اذا كان في عندي اوباستي هايلر شادو، اذا كانت اللنج بتاعتي هايبر ترانسلوسنت. نمشي بسيستم بطريقه. بعد كده بتعلق على الهارت. بصوا انا مش دكتور اشعه، يعني انا مش بتكلم، انا مش حتى مش بنمتحنكم من منظور دكتور الاشعه، الاشعه مشيت ازاي واخترعوها ازاي وعملت ايه والكلام ده. احنا عايزين نوصل لمرحله ان احنا نبص على الاشعه نعرف هي فيها ايه او مدلولها ايه. ده الهدف بتاعنا احنا، انت كحد خريج باطنه، مش الهدف ابدا. اصل في ناس يا ولاد، في فيديوهات كتير وحاجات كتير على اليوتيوب وعلى الميديا وكده، تلاقي في دكتور اشعه بيقعد يشرح لدكاتره الاشعه ازاي بتتعمل وازاي بتحصل وازاي بتجرى. ده اوكي، ده علم طبعا، وعلم محترم واحسن مني 100 مره. لكن اللي احنا بنعمله هنا، لا، احنا بنعمل انت هتشخص ازاي. فاحنا عايزين نمشي بالطريقه دي. الهدف من المحاضره، او مش محاضره واحده، هما محاضرتين، ان احنا ازاي نعمل كومنت على النقاط دي، ده كجزء اول. ثم كجزء تاني كومنت على التشيست، ده حاجه كبيره طويله. بعد كده جزء تالت كومنت على الهارت، كانها لو انت حبيت تقول محاضره ثلاث اجزاء ماشي، ها جزئين او ثلاثه ماشي، مش مهم المسميات قوي. اولا تايب اوف اكس راي، تايب اوف اكس راي الاشعه دي واضح انها بلين، الاشعه دي بتكون بالصبغه. الاشعه دي يا ولاد بلين اكس راي. البلين اكس راي، انا العين بيدخل على جهاز الاشعه من غير اي تحضيرات، من غير ما اديله اي صبغه او ماده مشعه او اي حاجه، فبالتالي ما بيظهرش فيها اي هولو اورجان. دي اللنج بتاعتنا، ده القلب بتاعنا. لكن مثلا الاسوفجاس مش ظاهر، الاستومك مش ظاهره، مش ظاهره يعني فيها حاجه، مش منوره، الانتستين مش باينه، فدي نسميها بلين اكس راي. يبقى البلين اكس راي هي التي لا يظهر بها اي هولو اورجان، بينما الاكس راي ويز كونتراست اللي بيظهر فيها هولو اورجان. يعني بص هنا مثلا الاسوفجاس باين اهو، يبقى دوت حد بالع باريم، باريم سوالو. او مثلا لو بانت الاستومك بنسميها باريم ميل، لو بانت السمول انتستين نسميها باريم فولو ثرو، لو بانت اللارج انتستين نسميها باريم انيما. او مثلا هنا ده انهاليشن، حد شم حاجه فراحت صورت البرونكيال تري بالمنظر ده، نسميها برونكوجرافي او برونكوجرام. ده عباره عن اكس راي وذ كونتراست، دي برونكوجرافي، دي باريم سوالو، واضح انها اكس راي وذ كونتراست. الكلمة التانية عايز أعرف الفيو، منظر الأشعة اتاخد إزاي. دوت منظر اسمه بوستر وأنتيرو، هو المتبع، العين بيدخل، ده اللي هو الجهاز الأشعة أهو، ويحط إيده كده أو ممكن حتى يرفعها فوق، وبعدين يجي البيم بتاعة الأشعة بتيجي من ورا لقدام، وأنا بستقبلها على الفيلم هنا، بستقبل فيلم هنا. يبقى صورة الأشعة دي اسمها بوسترو أنتيريور. والمفضل لينا إحنا كناس أدلت، كناس كبار بالغين، يفضل البوسترو أنتيريور فيو. ما بنحبش الانتروبوستيرو زي الاطفال، الاطفال ساعات يعملوا انتروبوستيرو غصب عنهم، او طفل نايم بتاع، فنعمل انتروبوستيرو. لكن احنا كحد كبير بنعمل بوستر انتيرو. ليه؟
لان القلب قدام، لو انت جيت خدت الصوره من قدام هيبان القلب كبير، لكن عشان احط القلب في حجمه الحقيقي لازم اجيب له صوره الاشعه من ورا، لازم اجيب له صوره الاشعه من الخلف. ولما اجيب له صوره الاشعه يا اولاد من الخلف، لما اجيب له صوره الاشعه من الخلف بيبان القلب في الحجم الحقيقي بتاعه. لو انا جبته من قدام هيبان كبير، لكن من ورا لقدام بوستر انتيور كده، فالمنظر ده يا ولاد بيبين لي القلب في حجمه الحقيقي. البوستر انتيور دايما تعرفه ازاي؟ بتلاقي الكلافيكل نازله كده وتلاقي الفيرست ريب فوق، ده وانت جيت من قدام هتلاقي العكس، مش موضوعنا يعني، ما تشغلش بالك. فده منظر على طول بوسترو انتيور، ده اللي بيجي لك انت في البطنه. مرات نحب نعمل لاترال فيو، العين واقف منظر جانبي، الاشعه بتيجي كده وتصور لي هنا ونقبلها على الفيلم ده. يبان لي بقى الاسترنم قدام اهي، القلب اهو، البوست جاردياك سبيس اهو، الفرتبري هنا، واخد بالك؟ المنظر ده اسمه منظر جانبي اللي هو لاترال فيو. يبقى احنا عندنا في بوسترو انتيريور، في انترو بوستيريور. احيانا نلجا لواد الانترو بوستيريور في الاطفال، او لو حد كان بيدريدن يعني هو نايم، فانا بحط الفيلم اللي حمض عليه كده وتيجي الصوره من قدام، فاهمني ولا لا؟ او مثلا لو عايز اجيب حاجه لاترال فيو ما يجراش حاجه، يعني ممكن لو واحد نايم على جنبه، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه، ممكن اعمل اي حاجه واجيب صوره الاشعه من اي مكان، لكن المنظرين دول ما تنساهمش. المنظر ده اسمه بوسترو انتيرو، المنظر ده اسمه لاترال فيو. يبقى ده الجزء الاول ناخد بالنا منه. انا علقت على حاجتين، تايب اوف اكس راي والفيو بتاعها. نمره ثلاثه، بعلق على دوز جرعه الاشعه. المفروض ان جرعه الاشعه بتاعتك تبقى جرعه معقوله، مش هديله جرعه زياده ولا قليله. الجرعه المعقوله يعني الافريج دوز، ايه اللي بيحصل فيها؟ بص يا اولاد، دي كده اللنج، ودي البلود فيزلز والبرونكيال تري اللي جواها بتبان كده. هنا في القلب، ورا كده هنا يا ولاد في الفقرات. اسمع الجمله دي وركز فيها قوي. Bodies of vertebrae are hardly seen through the heart. يعني انا من خلال القلب، بص يا ولاد، يا دوبك قادر اشوف البودز، قادر اشوف السباينز. السباينز تبقى نازله كده عامله زي بيسموها حاجه اسمها vertebral tears، عامله زي الدموع كده، شايف هنا واضحه قوي. Bodies of vertebrae are hardly seen through the heart. لو البودس اوف فيرتبري بقت واضحه جدا، بقت باينه جدا، ظاهره جدا، ده معناها ان جرعه الاشعه كانت زياده قوي. ولو جرعه الاشعه كانت زياده قوي دي بنسميها هارد اكس راي. اما لو كانت جرعه الاشعه قليله فانا مش هقدر اشوف البودس اوف فيرتبري من خلال القلب، فدي بنسميها سوفت اكس راي. طيب يبقى انا عندي افريج اكس راي، جرعه الاشعه مظبوطه، عندي هارد اكس راي، جرعه الاشعه زياده، عندي سوفت اكس راي، جرعه الاشعه بتاعتي قليله. طب انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ بعمل افريج. مرات نضطر ان احنا نعمل هارد اكس راي عشان مثلا لو في كالسيفيكيشن عايز ابينه، عشان العظم عموما، او حتى لو في عندي كالسيفيكيشن، لو عندي سوري في حاجه هنا بايفوركيشن اوف تراكيه اسمها كارينا، لو حبيت اشوف، كانوا زمان يحبوا يشوفوا حاجه اسمها كارينا انجل، فكان يعمل جرعه اشعه زياده، يبقى دي كلمه اسمها بنتريشن او اسمها دوز جرعه الاشعه. الكومنت الرابع اسمه سنتراليزيشن. سنتراليزيشن از ان اسينشال بوينت تو كومنت اون ميدياستاينم. لازم لما العين يكون عامل اشعه في البوستر انتيور فيو يكون واقف سنتراليزد. اعرف ازاي حوار السنتراليزيشن ده؟ دي يا اولاد السباينز اوف فيرتيبري، وده الميديال اند اوف ذا كلافيكل اليمين، وده الميديال اند اوف ذا كلافيكل الشمال. المفروض ان السباينز دي في النص، في المنتصف، يعني المسافه من هنا لهنا زي المسافه من هنا لهنا، والكلافيكل شايف على يعني في نفس الليفل، مفيش واحده طالعه وواحده نازله. لما يكون كده يا ولاد يبقى هذا المريض ويل سنترلايزد. لما يكون كده يبقى هذا المريض ويل سنترلايزد. اما اي حاجه ثانيه يبقى البيشنت از نوت سنترلايزد، مسافتين مش قد بعض، كلافيكل طالع كلافيكل نازله. انا الاساس ان انا اوقفه مظبوط، لكن ممكن عيني يلف لوحده، ممكن يكون مش قادر يقف اصلا، ممكن يكون انا عاملها له وهو انتروبوسير وهو بيد ريدن، يعني في احتمالات كتيره تخلي العين ما بقاش نايم سنترلايزد. لو تفتكروا حضراتكم في الكلينيكال كان في فحص التشيست كده، في الانسبكشن والبلبيشن كنا بنفحص التراكيه. عشان تفحص التراكيه كنت بتخلي العين بتاعك يبقى اول سنترلايزد، وحتى كانت ايدك الشمال بتثبت راسه عشان ما يلفهاش يمين وشمال. لو لف يمين او شمال ما ينفعش احكم على الميدياستاين، ما ينفعش احكم على التراكيه. نفس الفكره،
لو كان المريض بتاعي well centralized I can do comment on mediastinum. If my patient is not well centralized we cannot comment on mediastinum. يبقى centralization is an essential point to comment on mediastinum. طب المديستينم دي بتشمل ايه؟ حاجتين. تشمل حاجتين. تشمل تراكية وهارت. تراكية اهي العمود ده، ده عمود الهواء ده اسمه تراكية. بتبقى نازلة كده يا ولاد سلايتلي شيفت تو رايت، يعني عمود هواء نازل شوية، بص سيكة كده صغيرة، حاجة صغيرة ناحية اليمين، لأن هنا في الشمال في الأرش أوف أورت، فده بيزقها شوية ناحية اليمين. شايف هنا المنظر ده مثلا، شايف التراكية هنا شيفتد ليه؟ شيفتد قوي، يعني هنا مزقوقة قوي. في هنا واضح إن في إفيوجن أهو، في مية، فبالتالي هزقها كده للناحية التانية بالشكل ده. يعني هي التراكية ده أساسي. إذا كان العيان بتاعي well centralized we can do comment on mediastinum. أول حاجة في التراكية. تاني حاجة القلب. بصوا يا دكاترة ودي مهمة، لو ده كده الميد لاين، هو فعلا ده الميد لاين، تلتين القلب شمال وتلته يمين، يعني الطبيعي إن تلتين القلب شمال وبيكون تلته إيه؟ يمين. لو أكتر من تلت القلب يمين يبقى شيفتد لليمين، لو أكتر من تلتينه شمال يبقى شيفتد للشمال. من الواضح إنه داخل ناحية اليمين أهو، يعني التراكية جاية وكمان القلب جاي ناحية اليمين، يبقى في حاجة في الناحية الشمال زقة. وفي أمثلة تانية هنشوفها كمان شوية، ممكن حاجة في ناحية اليمين تبقى هي اللي شادة. عايز أقول حاجة، لو كان المريض بتاعك ويل سنترلايزد اعمل كومنت على المديستاين. بص على التراكية عمود هواء، وبص على القلب. عمود الهواء لو كان سلايتلي شيفت تو رايت ونورمال، ده نورمال. ماركتلي شيفت تو رايت او اي شيفت ليفت يبقى ابنورمال. بص على القلب، تلتين القلب شمال وتلته يمين، اكتر من كده هنا او هنا يبقى عندنا مشكله. يبقى انا علقت كده على التايب اوف اكس راي، ركز معايا، اللي هي بلين اكس راي ولا ويز كونتراست. سهله، ركز، بعلق على الفيو، بوسترو انتيرو ولا لاترال فيو، دول اكتر حاجتين بنشوفهم. بعلق على الدوز، جرعه الاشعه على اساس انها بتبقى افريج دوز، مرات تبقى عاليه او مرات تبقى قليله. نمره اربعه بعلق على السنتراليزيشن، سنتراليزد ولا لا، ولو كان سنتراليزد اقدر اعمل كومنت على الميدياستاين. نمره سته يا اولاد بعلق على السوفت تيشو. السوفت تيشو مثلا اذا كان عندي فيميل بريست باين، يعني شايف ده كده بريست شادو، ده البريست شادو ممكن يبان كده حتى في اللاترال فيو، ده البريست شادو مثلا، ده يمكن اكتر حاجه بنعلق عليها كسوفت تيشو. يعني لو في ماس او حاجه او كالسيفيكيشن ممكن تظهر وتبان. يعني تعلق على الهارد تيشو البوني فريم ورك، تعلق على العظم اذا كان في حاجه في العظم، اي مشاكل في العظم طبعا هتبان في الاشعاعات. الاشعاعات من الحاجات الدقيقه او اللي تبين مشاكل العظام كتير. بس هو في حاجه عايزين نقولها يا ولاد، بص كده، دوت الفيرست ريب عامل زي نص دايره، ده السكند، ده الثيرد، ده الفورث، ده الفيفث، ده السيكس. اول واحد بيطلع الدفرام هو رقم سته، ده من قدام، بص كده، ده والله الفيرست ريب، ده السكند، ثيرد، فورث، فيفث، سيكس. خلي عندك النيه ان انت تشوف فهتشوف، لكن اللي بيقول والله العظيم ما انا شايفها، خلاص عمرك ما هتشوف حاجه بصراحه. بص هنا عشان دي مش متعلم عليها، بص ادي واحد الفيرست اهو، نص دايره، دور على النص دايره دي، شايف المنظر ده، ما تنساهوش، انزل بقى موازي ليها كده، ادي اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. دي طريقة العد أنا عايزكم تعرفوا. وفي طريقة تانية بعد من ورا، أدي الأولاني، أدي التاني، أدي التالت، أدي الرابع، أدي الخامس، وهكذا. بنفضل واصلين لغاية 10. يعني الدايفرام بيتقطع بالضلع السادس من قدام والعشر من ورا. ستة من قدام وعشرة من ورا، السادس من أكتوبر والعشر من رمضان، ستة من قدام وعشرة من ورا، ها دوت الدايفرام. ده مكان الدايفرام الحقيقي، ودي نقطة مهمة خليكم فاكرينها، هنرجع لها كمان شوية. انا يهمني مكان الديافرام، لا يطلع فوق ولا ينزل تحت. وانا بشوف العظم ممكن الاقي ابنورمالتيز في البوند، في الهارد تيشو ممكن تلاقي مشاكل. يعني مثلا انت كده لو بصيت هنا هتلاقي الاسترنم فيها هنا ايه، فيها ستيتشز، فيها سكار ولا حاجه. انا شايف في العمود الفقري عامل ازاي، دي حاجه اسمها سكوليوزس. ده لاترال فيو، هنا اسمه كيفوزس. كيفوزس ده مايل لقدام، وده بيبان في اللاترال فيو. اما السكوليوزس بيبان في البوستر انتيور فيو او الانترو بوستيور، حتى مش فارقه، هيبقى واخد المنظر ده. دي ابنورماليز ممكن تبان، ممكن يا اولاد يبان اذا كان مثلا حد عنده سيرفايكال ريب، ودي خدعه بيجيبوها في امتحان الماستر والحاجات البوست جراديوت دايما، تلاقي في ضلع كده زياده هنا. لما يجيب لك المنظر ده بتاع الرقبه تلاقي حاجه اسمها اكس ريب او سيرفايكال ريب، ضلع زياده. دي نوتشز كده موجوده في
الريبس بتحصل مع الفاسكولار كولاترالز. لو حضراتكم فاكرين من الاطفال كان في حاله اسمها كواركتيشن اوف اورتا، الدم عايز يعدي من فوق لتحت وفي حته ضيقه، فيبدا بلود فيزلز تتخلق هنا عشان تباص الحته اللي ضيقه هنا، فتبدا تمشي كده يعني الاورطه ضيق من هنا، فالدم ياخد هذا الباس واي فيعمل لي حاجه اسمها فاسكولار كولاترال، وهكذا. لو في كسر ولا حاجه في الضلوع يعني ممكن تبان لي كمان في الايه، تبان يعني ممكن حتى لو واحد عنده كسر في الكلافيكل، كسر في اي ضلع، اي فراكشر او اي حاجه باين اهو، حادثه ولا بتاع ممكن تبان معانا. يعني انا قصدي يا اولاد انك بتعلق على العظم اي حاجه تظهر قدامك في العظم تقولها. احنا كبتوع بطنه مش هنجيب لك حاجه في العظم يعني غالبا. ايه بص اقول لك حاجه، انت تقول لي نو ابنورماليتيز وير ديتكتد ان سوفت اور هارد تيشو، لا عندي حاجه في الفيميل بريست ولا عندي حاجه ها في البوني فريمورك، هي غالبا كده ها. بس انا عايز اقول لك لابد ان انت تعلق عليها سواء كانت فيها حاجه او ما فيهاش حاجه. بعد كده دكاتره بنعلق على الدافرام. النقطه الثامنه بنعلق على الدافرام. الدافرام طبعا بيكون نورمال سموز كونفكس اند ان نورمال بوزيشن، مقطوع بالضلع السادس من قدام والعاشر من ورا، لسه قايلينها. المفروض يا اولاد ان الرايت كوبيولا اوف دافرام اعلى من الليفت بحوالي سنتي او سنتي ونص، عشان طبعا الناحيه اليمين فيها هنا الايه، الناحيه اليمين فيها هنا، بص الناحيه اليمين فيها الليفر، فبالتالي تبقى اعلى سيكه كده صغير. الحاجه المهمه كمان ان هو نورمال يبقى ليه زي كونفكستي طالع كده، عملوا الارتفاع ده يعني خط مماسي هنا وخط مماسي هنا، لو الارتفاع ده اكتر من سنتي ونص يعني الكوبري اوف ديافرام طالعه لفوق كده اكتر من سنتي ونص. انا ليه بقول كده؟ عشان لو لقيت الديافرام طالع اكتر من كده في مشكله، لو لقيته نازل فلات بقى عندي مشكله. ليه؟ امتى يبقى فيه هاي ديافرام؟ لو عنده ديافراجماتيك باراليسيس في ناحيه. افتكر الحته دي. واحد عنده ديافراجماتيك باراليسيس في الناحيه ايه اللي هيحصل؟ يعني في ناحيه في ناحيتين طبعا. ايه اللي هيحصل يا اولاد؟ هتلاقي الناحيه المصابه طلعت لفوق، هو ايه اللي حصل؟ جه ياخد نفس. احنا بنعمل الاشعاعات وعامل ديب انسبيريشن. وهو بياخد نفس الدافرام ده نزل من الناحيه اليمين، فزاد النيجاتيف بريشر، الانتروستاتيك بريشر النيجاتيف زاد، فراح ساحب ده طلع لفوق. المفروض ده كمان كان نزل مع النفس، هو ما نزلش لانه بارالايز. طب ايه اللي طلعه لفوق؟ ما كان فضل في مكانه هنا وخلاص. اقول لك لا، ما هو لما خد نفس هنا زود الانتروستاتيك النيجاتيف انتروستاتيك بريشر فسحب الناحيه الثانيه لفوق. ركزوا، يعني diaphragm moves paradoxically during inspiration in cases of diaphragmatic paralysis. حتى بيشوفها وهو بيعمل اشعه اندر سكرين يقول له خد نفس، المفروض اي حد مننا بياخد نفس الاثنين كوبيلا ينزلوا لتحت، يلاقي واحده طلعت لفوق يقول لك هوبا ده عنده ايه؟ ده عنده diaphragmatic paralysis. دي من الكلمات المهمه. برضه يا اولاد من الحاجات اللي ترفع الديافرام لفوق لو كان حد عنده كولابس او فايبروزس. تعرفين الكولابس او الفايبروزس؟ يعني انت عارف يا دكتور البالك بتاع اللنج يبدا يقل، يعني اللنج كفوليوم كهواء يبدا يقل، فممكن تسحب لنا الديافرام لايه؟ لفوق. الديافرام ينزل لتحت، دي جايه كمان شويتين اذا كان عندي انفيزيما الهواء زياده، ودي مهمه تلاقي لو فلات ديافرام في الناحيتين. لو عندي هواء نيوموثوركس نفس القصه، يبقى نورمال ديافرام از سموث كونفكس اند ان نورمال بوزيشن. لو كان بقى الريجولر او عامل تنت او بتاع او كده، دي بتحصل مع حالات الكولابس او الفايبروزس. اهي صوره، بص يا دكتور ممكن تلاقي الدايفرام يبقى عامل ايه؟ زي تنتنج، تنتنج او تنتنج، يبقى طالع كده لفوق. اوريكم الصوره اللي هي كمان شويه، دي معناها ان في فايبروز او حاجه اسمه كونفكس. نورمال يكون كونفكس، ما بقاش فلات. اوريكم الفلات مع الانفيزيما مثلا، اند النورمال بوزيشن في مكان طبيعي، ما بقاش طالع لفوق ولا نازل لتحت، يبقى ده الكومنت بتاعك على الدايفرام. من اللي بعد كده تعلق على التشيست وتعلق على الهارت، وده اللي هنتكلم عليه. لكن في نقطه هنقف هنا وقفه ونقول ايه؟ انت عملت 8 حاجات، بعد ما تعمل الثمان حاجات دول لازم تكتب كومنت. والكومنت مكتوب قدام حضراتكم من الحاجات الحلوه اللي بتسهل لك الدنيا وتلم لك اللي فات كله. تقول لي بلين اكس راي تشيست اند هارت، بوستر انتيور فيو، افريج دوز، بيشنت از ويل سنترلايزد والسنترال ميدياستاينم، نو ابنورماليتيز وير ديتكتد ان سوفت اور هارد تيشو، دافرام از سموث كونفكس اند ان نورمال بوزيشن. بلين اكس راي تشيست اند هارت، انت كده علقت على التايب اوف اكس راي. بوستر انتيور فيو ده الفيو، افريج دوز دي الدوز، patient is well centralized 4 centralization with central mediastinum كده 5. no abnormalities were detected in soft or hard tissue 6 و7. diaphragm is smooth convex and in normal position. يبقى دي كده 8. انا بتكلم على اكزامبل لحاجه ايه يا اولاد؟ لحاجه نورمال. لو كان في abnormalities طبعا كان لابد ان انت تقولها او تذكر. افرض انها حاجه abnormal كان لازم ان انت تقول الابنورماليتيز اللي موجوده فيها عباره عن ايه.